متتبع الكرام، تبع قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم في هذه الجولة الصباحية. حافلات استأنفوا النشاط ديالهم بالمدينة، جولة بمدينة تازة باش نعرفوا الأنشطة اللي بدات ترجع الحيوية ديالها بمدينة تازة. الحمد لله مجموعة من القطاعات اللي بدات، إلى ما قلتش أغلبية القطاعات باستثناء مقاهي الحمامات الشعبية وأصحاب أعراس والفرق الموسيقية اللي في المدينة. الحافلات كما كتشوفوا هما داروا استئناف العمل ديالهم. متتبع قناة شوف تي في، جولة خفيفة صباحية هذه المدينة اللي عرفت مجموعة من الأنشطة. الحركة ولات عادية بالمدينة، جد جد عادية. متتبعي الكرام،